بدهن يطبخوا باميه، شو بدها الباميه؟ بجيب لهم زيت الكزبره بس. فهذا الثاني اللي على الكزبره والبقدونس شاف هذاك المصروف كله بايده، لعند الخبال ولعند النجار ولعند الطيان ولعند هذا كله عم يروح ويجي، هو بس كزبره وبقدونس. زعل انه الشيخ ما بيحبني، انا الشيخ ما بيحبني، هذاك سلمه كل شيء وانا ما سلمني شيء، الشيخ ما بيحبني. فالشيخ حس عليه قال لهم ابني الخميس بدنا نروح على الحمام، بدنا نتغسل بالحمام. كان الحمامات معروفة، هلا في منا يا ترى موجودة الحمامات؟ موجودين الحمامات. ف راحوا على الحمام، بالحمام نص الحمام في الحجر الأسود، هذا بيسموه بيت النار، تحت منه بيوقدوا النار، بيصير الحجر مثل الجمر يعني حامي، يلي بيفوت على الحمام بكت عليه طاسة مي باردة، هو قاعد على المصطبة شو بيطلع؟ هبال كله مثل السونا يعني. فالشيخ قاعد على المصطبة عم يرش المي وعم يطلع هبال، نادى للأولاني يلي مسلمه كل مصروف البيت، تعال يا ابني. قال له قديش لك علينا؟ هات لنشوف شو الفاتورة تبعك. وين بده يوقف هذا التلميذ؟ بده يوقف على الحجر الأسود، الحجر الأسود عم يقودوا تحته نار صاير مثل الجمر. وقف مسكين، اجر يرفعها واجر يحطها. يا سيدي الخباز له 120 ورقة، اللحام له كذا، وعم يرفع اجر يحط اجر، هذاك واقف برا. اخ قال والله انا شغلتي رخيصة خفيفة، تم نص ساعة هذا وهو عم يقول له الخباز واللحام عم يرفع اجر ويحط اجر والنجار وكذا. الله يعطيك العافية، مجموع الحساب 12,000 ليرة. قال له هلا بعد الحمام بعطيك اياها، بعت لنا رفيقك. قال له فوت كلم الشيخ. يا ذاك واقف وشايف شو صاير. قال له ابني انت شو حسابك؟ قال له سيدي 5 كزبرة و5 بقدونس، سلام عليكم. قال له تعال تعال هون تعال، بحبك ولا ما بحبك؟ قال له لو ما بحبك طولت الوقفة تبعك، لكن من حبي إلك خففت لك الوقفة، 5 كزبرة و5 بقدونس. قال لي الله خفف عليه يا ابني، مشان 5 كزبرة و5 بقدونس ومع السلامة، ما يسألك كثير، فأن الله يرضينا بقضائه وقدره. فصلى الله عليه وسلم. فهذا اللي قال هو من أهل الجنة، أنه ما خلى بقلبه غش لا أحد ولا حسد على أحد ولا يحقر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هون شو في هون تحت البز؟ شو في القلب هون تحت البز؟ يعني التقوى في القلب، التقوى في القلب، ما التقوى بالدقن، ما التقوى باللفه،